قولي. عندنا الكابتن هاني رمزي. الكابتن هاني رمزي وفات. الكابتن هاني رمزي طبعا خالص التعازي للكابتن هاني رمزي في وفاة والدته، طبعا ربنا يلهمه الصبر والسلوان. طبعا النادي الاهلي دي طبعا لقطات يا فارس من العزاء اللي مقام في الوقت الحالي من بالتوقيت من الساعه 6 للساعه 10، فخلص التعازي لكابتن هاني رمزي، والنادي الاهلي ارسل تعزيه للكابتن هاني رمزي للاعب النادي الاهلي السابق وطبعا مقدم برنامج المحترف في قناه النادي الاهلي. طبعا يا فارس يعني بتبقى لحظه صعبه، كلنا بنشاطره الاحزان، وده دور عائله النادي الاهلي اللي دايما بنكون متواجدين مع بعض فيها، حتى لو وجدانيا نتمنى للمغفوره لها والدته الرحمه والسلوان، وان ربنا يلهمه الصبر.